عسلامة ومرحبا بكم معنا في شبابك الجنة. اليوم ان شاء الله مش نعملوا مع بعضنا تشيز كيك في الكيسان. تحلية بنينة تتقدم باردة، تواصيف مضبين على حويجة بنينة وحويجة باردة. والحاجة الأحلى في تشيز كيك في الكيسان أنها فيسع تحضر وسهلة مهلة، لا تتطلب مجهود، لا تتطلب معرفة كبيرة. لكن قبل ما نشوف الطريقة والمكونات، ما تنساوش تعملوا اشتراك في القناة كما اشتركتوش، وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وطوى يلا نبدأ. أول حاجة نبدأ بسم الله. خذيت باكو بسكوي، انتم تاخذوا البسكوي اللي عندكم والموجود، أما من الأحسن مضابينا يكون لونه غامق باش يعطي التدرج في الألوان. مضابينا يكون غامق لونه كما تشوفوا، نرحيوه. وحتى كان ما ترحاش بالباهي ما يقلقش راهو. بعد ما رحيته حطيت عليها مغرفة كاكاو باش نزيد نعزز اللون ونعزز مطعم الشوكولاتة. لنا ذوبت تقريبا مغرفة زبدة، 30 جرام زبدة ما يعادل مغرفة، نذوبهم ونصبهم على البسكوي ونخلطهم مع بعضهم. توا مش نحضروا كريمة الجبن بتاعنا. خذيت دبوسة كريمة الخفق سعتها 200 مليلتر، نصبها في الصحفة ماذا بينا تكون باردة الكريمة، وحطيت عليها باكو كريم شانتي يوزن 30 جرام. نخلط كيكة شوية وبعد نركضها حتى لين تطلع الكريمة. الكريم شانتيه راهي فيها السكر، ما نسحقوش نحطو سكر، اما اللي يحب اكثر شويه حلاوه تنجمو تزيدوا شويه سكر، على خاطر الجبن ماهوش حلو، اما اللي يحب الحلاوه يحط مغرفه سكر لنا. خذيت باكو جبن، تقريبا باكو جبن 400 جرام جبن، اي نوع جبن عندكم تحطوه على الكريمه ونركضوهم مع بعضهم. كما قلت لكم اللي يحب اكثر حلاوه ينجم يزيد مغرفه سكر. نركضوهم مع بالباهي. توا حبيت نقسم، مش نعمل زوز نكهة، نكهة بالكراميل ونكهة بالفريز. خذيت مغرفة كراميل، عندي حكة حليب طايبة خذيت منها مغرفة كراميل، نركضها مع كل جزء اللي قسمته، نركضها بالباهي حتى لين تتجانس يولي مطعم الكريمة بالكراميل. والباقي مش نخليه بنفس النكهة على خاطر باش نفوحه بالفريز. لنا حبيت نعمل صلصة متاع فريز كيما معجون الفريز هي راهي. خذيت تقريبا 100 جرام فريز وحطيت عليها 3 مغارف سكر، نحطها مع الغاز يغلي وتقريبا لمدة 10 دقائق حتى لين يطيب يولي كالمعجون. بعد ما طاب نجم نرحيوه بالطريقة كما تشوفوا، ونجم نخليوه كيكة قطع صحيح يجي بنين وباهي. توا خذيت الكيسان متاعي باش نبدا نعبي باش نزين الكيسان. ناخذ الكيس ونحط فيه مغرفتين ولا 3 مغارف بسكوي ونحطهم في القاع لنا باش نزينو بالفريز. خذيت كعبتين فريز وقصيتهم كما تشوفوا ونحطهم بالطريقة هذيك. نوقفهم كما تشوفوا فوق البسكوي وبعد نحط الكريمة، كريمة الجبن البيضاء. كما تشوفوا نحط توا البسكوي فوق الكريمة، توا نحط الكريمة البيضاء.
توا مش ناخو كيس اكبر شويه. انتوما معناتها الكيسين كيما تحبوا انتوما، اي نوع من الكيسين تنجموا تستعملوهم. حبيت نوريكم كيفاش. لنا حطيت البسكوي في الكيس وحطيت عليه الصوص متاع الفريز اللي طيبناها، وتوا طبقة كريمة. الصوص متاع الفريز يلزمنا نخليها تبرد، ما نستعملوهاش وهي سخونة، نستعملوها كونش كي تبرد. توا باش نحط طبقة من البسكوي، توا تبقى الصوص متاع الفريز. تعطي نكهة بنينة على الاخر الصوص متاع الفريز. توا نحط طبقة كريمة، تو في الاخر نحط شوية بسكوي من فوق للزينة. لنا حبيت نعمل نكهة اخرى، مش نزين بالبنان. البنان يمشي مع الكريمة اللي حضرناها بالكراميل، يمشي مليح، يعطي نكهة بنينة برشا. الكراميل والبنان يعطي نكهة بنينة. كما تشوفوا دورت قطاع البنان داخل الكيس، وبعد مش نحط كريمة الكراميل. توا مش نحط البسكوي، الشيز كيك في الكيسين بنينة برشا وبريزونتابل، محلاها كي تبدا عشوية ولا مناسبة ولا حاجة، تتعمل في كيسين صغيرين وتتقدم مزيانة برشا وبنينة برشا. وهذوما الكيسين بعد ما كملت حضرتهم، شوفوا ما شاء الله منظرهم ياسر مزيان وياسر بنين. زيدا ننصحكم تجربوهم خاطر بالحق بنينة 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 على الاخر. الريسات تجي عشوية، تجي مناسبة. طوى في الصيف كويس يبدأ بارد يعمل الكيف. ان شاء الله تعملوهم وتنجحوا فيهم. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسات. واللي يتعدى على قناتي اول مرة ما تنساش تعمل اشتراك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلكم كل فيديو نعمله جديد. وانتي كانك من الاوفياء المتابعين الاوفياء، ما تنساش تعمل جيم للفيديو وتبرتاجيه مع اصحابك واحبابك. ونتلقاو ان شاء الله في فيديو قادم. الى اللقاء.